هذا غرامة. لا لا، كانت حبيبي. كانت العقوبة حبيبي. تحت التنفيذ. أنت تقارن عقوبة خالد البلطان بحسين عبد الغني؟ ما أبغى أرجع. معلش لا معلش. أنا أتكلم على أنت ذكرت المثال. كمل. يا عبد الله، كانت الفترة اللي فيها الحادثة كل السهام انتقدت حسين عبد الغني وساءت حسين عبد الغني لنفسه في، لكن ما أبغى أكمل. المهم حسين عبد الغني طلع براءة. الآن علي البليهي، هل المشكلة في وضع العلم فقط؟ لا، علي البليهي تلفظ بألفاظ خارجة عن الأخلاق ومسيئة ضد حمد الله. منين عندك معلومة؟ أنا عندي معلومة ومن مصادر نصراوية. هذه الإساءة. أجل منين أقول لك؟ أقول لك مصادر عبد الرحمن. أجل تبيني أقول لك مصادر هلالية؟ لو سمحت. معلش. بيقولون نونو مثلك مثل مثلك. لو سمحت. مثلك. مو من حقك. خلاص مو من حقك. الرجل عنده مصدر هو يتحمله. نعم، علي البليهي تلفظ بألفاظ وبدليل جه دق الباب جه الجواب. باختصار. لا احنا ما لا مع ذا ولا ذا. لا انا مع لا مع لا اللي لا يخطي لا مع اللي يخطي. حبيبي. علي البليهي بادر في الخطأ. ابو بندر فهمي. انا ماني مع اللي يخطي ولا رد الخطأ. شوف اذا كنتم منطقيين. لا لا، لكل فعل ردة فعل مساوي فيه في النتيجة او اكثر. هذا قانون. معليش هذا القانون وهذا هو اللي يطبق. هذا اللي يطبق. سؤال، الشرارة منين بدت عشان نعرف اذا كان حسين عاقب حسين عبد الغني؟ بس من وين بدت الشرارة؟ طيب إذا كان نستند على اللقطات، لاحظ اللقطة التي لم تظهر لسعود كريري وهو يوبخ علي البليهي، بل حتى يزيد من التوبيخ. صفع وكف. هذا هو. الله. نعم الله. نعم لا 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 نعم نعم. هذه اللي حاصله موجوده الشرق الاوسط. عبد الله هذه الشرق الاوسط. نعم ايوه الشرق الاوسط. هذه وسجنه بعد يوم كامل. لا 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 لا. شفت التحريف؟ اللقطه موجوده في الشرق الاوسط. سعود كريري وبخ علي البليهي وزاد من التوبيخ بطريقه اخرى. سجنه.